المعاناة والمرض والكآبة والدين إلى حال فيه الرحمة والبركة والتيسير والتوفيق. الدعاء سنبدأ فيه الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله وأن يجعله أن يجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حتى بعد الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وخالقنا ورازقنا، ربنا الكريم، ربنا الرحيم، ربنا الرازق، ربنا الواحد، ربنا الرحمن الرحيم، ربنا الرحمن الرحيم. رفعنا أكف الضراعة إليك وأنت تنزل في الثلث الأخير من الليل، وتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ربنا وخالقنا ورازقنا، وعدتنا بالإجابة بعد السؤال، فقلت يا أعز من قائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت القائل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنت القائل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا وخالقنا ورازقنا، ربنا أنت الرحيم فارحمنا، أنت الكريم فأكرمنا، أنت الرازق فارزقنا، أنت الودود فمن علينا يا رب العالمين بتوبة نصوح في هذا الشهر الكريم. اللهم اللهم إن في هذا الشهر الكريم في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم أجرنا من النار ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا في هذه الليلة المباركة دعونا الناس إلى الإنفاق في سبيلك. اللهم من كان، اللهم لكل من أعان يتيما أو فقيرا وأدخل السرور على فئة الضعيف والمسكين، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تدخل عليه سرورا في بيته، أن تدخل عليه سرورا في بيته وقلبه، وأن تبارك له في نفسه وماله وولده، إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان به من بلاء من هؤلاء المحسنين فاكشف عنه الضر يا رب العالمين، فاكشف عنه الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل تسارعهم في التصدق والإحسان من الذين قلت فيهم يا رب العالمين،
أولئك الذين يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعل حياتهم مليئة بالسعادة والهناء، اللهم اجعل حياتهم مليئة بالبركة والرخاء. اللهم من أنفق في هذا الوقت ولجمعية عروة الخيرية ونحن في الثلث الأخير من الليل، نسألك أن ترحمه برحمتك، نسألك أن ترزقه الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك يا الله أن ترزقه مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسألك أن تجيره، نسألك أن تجيره من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. اللهم اغفر لهم وأسعدهم، اللهم اغفر لمن أنفق وأسعد، وبارك له في حياته، وبارك له في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، فإنك أنت الرحيم الكريم. إن طردتنا فمن ذا الذي يقبلنا، إن طردتنا فمن ذا الذي يرحمنا، إن طردتنا فمن ذا الذي يقربنا، إن طردتنا يا الله ونحن المقبلين إليك فمن ذا الذي يقربنا إليك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. سبحانك يا رحيم، سبحانك يا كريم، سبحانك يا واحد يا أحد، نحسن الظن بك وأنت الغفور الرحيم. وقد قلت يا الله إن عبدي عند إني عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يا ربي نظن بك خيرا، يا ربي ذنوبنا كثرت وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، نحسن الظن بك يا الله أن تغفر ذنوبنا وأن تقربنا إليك وأن تنجينا من النار وأن تجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا وتقبله يا رب العالمين، وبارك لنا في صحتنا وأموالنا وأولادنا، وبارك لنا في صدقتنا، وبارك لنا في عطائنا وإنفاقنا، واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، ووالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا شباب. الله يجزاك خير يا ولدنا. الله يكتب أجركم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.